في إطار محاربة كل أشكال الجريمة ومنها ما تعلق بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية، تمكنت فرقة البحث والتدخل بيري بأمن ولاية أم البواقي بتاريخ 27 أوت 2019 من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 20 و 32 سنة وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من دواء بريغابالين قدرت ب 2400 قرص. المشتبه فيهم تم إنجاز ملف جزائي ضدهم في قضية المتاجرة بالمؤثرات العقلية، تم تقديمهم أمام النيابة المحلية بتاريخ 29 أوت 2019 فيما تم تسليم المحجوزات إلى المصالح المختصة.